راف أو كاهن، فصدقه بما قال، فقد برئت منه ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب خرج من المنة. يا رب سلم. قس عليها ايه؟ اللي قرأت الفنجان، المندل، المندل، فتح المندل والفنجان، قرأت الكف، مش عارف ورق الكوتشينة. في ناس هذا يخرج من الملة. قال وإن لم يصدقه ما قال. طب راح كده من جنب الهزار، راح فتح الصحيفة الصبح صباح، ها؟ برج الجدي، برج الجدي، برج الدال، رسالة مهمة تصله. يجي له قرار فصل بفضل الله سبحانه وتعالى من العمل. هذا إن لم يصدقه بما قال فلن يتقبل له عملا 40 يوما. إن صدق يخرج من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، وإن لم يصدق لا يقبل له عمل 40. لأن أنا أشجع، لأن أشجع أنا العراف والكاهن وضرب المندل وضرب الودعة وفاتح قارئ الكف وكل كلام التهريج. ماذا يدور هذا في مصادر الشرع الإسلامي؟ لأننا وكأننا نصدق غيبا غير غيب الله، ولا يعلم الغيب إلا الله. يقول إنها حسابات فلكية. لا لا لا، كذبوا. لو كانوا يعلمون لعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذا على لسان الرسول في كتاب الله. أنا ما أدري رسول ما كان يعلم. لا لا، سبحان الله. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لا يعلم الغيب إلا الله. إن الله عنده علم الغيب، عنده علم الساعة، عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأيضا تموت. هذه ما قالها الممالك لما رأى ملك الموت في الرؤية، قال له متى تقبض روحي، بخصوص الحلقات الوعد الحق. ملك الموت عمله كده في الرؤية، أشار له بخمسة أصابع ما يعرفش. فقام الممالك يسأل عالم التفسير ابن سيرين، قال له إنهن خمس لا يعلمهن إلا الله يا عالم المدينة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الغيب اللي يعلمه إلا الله. نلغي من حياتنا. تعرف إن في قطاعات من المسلمين حياتهم كلها على المنجمين والعرافين.